السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة ورلد، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. والنهاردة معانا فيديو وشرح برنامج انا بعتبره من البرامج المهمة اللي بستخدمها في حياتي العملية، وبيوفر عليا كتير وساعات بيسعفني ان انا بستفيد منه. وهقول لكم البرنامج اسمه ايه وبيستخدم في ايه. البرنامج اسمه كام اسكان، اللي هو العلامة الخضراء في اسود في ابيض ديت. والبرنامج دوت هو ممكن من اسمه كام سكان، يعني بتستخدم الكاميرا كسكانر، يعني بتصور بتستخدم كاميرا الموبايل وتحولها لسكانر، ممكن ياخد اي صورة او يلقط اي صورة ويعملها مستند. البرنامج بيفيدني ان انا لو عايز اخد صورة سريعة وما عنديش مكنة تصوير، او المكنة اللي عندي مثلا طابعة كمبيوتر وما فيهاش سكينر، مكنة قديمة، فانا من خلال موبايلي بصور المستند، والبرنامج مشكور بيظبط لي المستند دوت وبيخلو بيحوله لي لمستند. يعني حضرتك لو صورت صورة بالموبايل وجيت طبعتها على طول على طابعة بتطلع سودة وبتستهلك معاك حبر كتير، وبتطلع اصلا سودة ومهببة وبيبقى شكلها مش كويس. ولكن انت من خلال البرنامج بيظبط لك الخيارات بتاعتك، بتاخد انت الصورة بتاعت المستند او صورة اي حاجة ويبدأ يحولها لك، عايزها ابيض واسود، عايزها الوان، الوانها تكون ساطعة، عايزها ابيض واسود الرمادي، بيظبط لك الصورة. فده بيسعفك جدا، ومن خلال انت يو اس بي، وصلة يو اس بي، ممكن تاخد الصور ديت وتنقلها على الكمبيوتر. او انا يعني استخدمت واستعنت ببلوتوث، جبت جهاز بلوتوث صغير ب 30 جنيه وبوصله في الكمبيوتر، ومن خلاله ببعت الصور اللي انا بصورها على الكمبيوتر على طول. وبرضو اكيد في لابتوبات فيها بلوتوث، او ممكن تبعت عن طريق الشير ات. برضو لو انت بتنزل برنامج شير ات وعندك على الموبايل وعندك على الكمبيوتر وتبدأ تبعت من خلاله. هنشوف البرنامج. هو البرنامج مجاني بس في بعض المميزات، او معظم المميزات بفلوس مدفوعة، بس انا بستخدم الشق المجاني. والميزة بتاعت ان انا اصور مستند ده كويسة جدا. بعض الميزات التانية هي كويسة بس بفلوس، ولكن ان انت تصور مستند والبرنامج يظبطه لك ويعاله لك ان هو مظبوط، تقدر تصوره او ممكن تصوره على طابعة او تحتفظ بيه على الكمبيوتر بتاعك في اي وقت، او على موبايلك ممكن في اي وقت يكون مثلا معاك مستنداتك، شهادات ميلاد او اي مستندات مهمة وعايز تطبعها في اي وقت، ممكن عند اي حد بيكون عندك نسخة على الموبايل، وعند اي حد عنده طابعة او عنده مثلا مركز كمبيوتر ممكن يصورها لك. هنشوف كده البرنامج بيعمل ايه وبيستخدم ازاي. معايا اهوت كده، هفتح الكاميرا اهوت قدامكم، ومعايا علبة الشرايط دي اهو، تمام كده، وهنصور صورة. تمام. البرنامج ذكي جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى البرنامج او انت متصور ورقة او مستند، بيحدد لك هو لو الصورة والكاميرا عندك كويسة جدا بيحدد لك الحدود بتاعة الورقة مظبوطة عندك. انت ممكن تزود وتنقص، ممكن تظبط حسب ما انت عايز، تظبط الجناب بتاعتك عشان الورقة تطلع مظبوطة. وبعد كده بتدوس التالي، برضو عايز تخليها يمين شمال، عايز تقللها، كل عندك الخيارات موجودة تحت زي ما احنا شايفين في الشريط اللي تحت دوت. وبعد كده بندوس التالي، بيبدأ شفته حولها لورقة. حضرتك تيجي تطبعها دلوقتي على الطبعة تطلع لك ورقة ابيض واسود، او بيظبطها لك انها تطلع صورة مستند، لان حضرتك لو صورتها على حالتها كده هتطلع الصورة مش كويسة خالص. في عندك كذا اختيار، في عندك اضاءة منخفضة، انا عامة بظبط اللي هي ايه ابيض واسود عشان عندي الطبعة مش الوان. تمام. في عندك كذا اختيار، هو يبقى ده افضل حاجة اللي بتطلع لك الصورة مظبوطة. كمان في هنا خاصية ان انت ممكن تاخد، يعني مثلا انت مش هتصور صورة واحدة، في ان انت هتصور كذا مستند. تمام. فما تدوس على الكاميرا، تمام،
اما تدوس على الكاميرا تمام هتعمل اللي هي صفحات متعددة. تمام، شوف بقى كده احنا بدأنا نطبع، بدأنا نصور، هنعمل دي واحدة وادي التانية زي ما انت عايز وادي التالتة تمام، ونعمل بقى ايه وندوس هنا هيجيب لي الصفحات اللي انا اخترتها وابدأ اظبطهم كلهم زي ما انا عايز. تمام، ديت هي مش مظبوطه من تحت، هنظبطها كده تمام، ودي كمان ظبطناها. اول ما نعمل موافق يبدأ ظبط لي الصفحات زي ما احنا شايفين كده تمام. وزي ما قلنا ان احنا لو انت معاك وصله يو اس بي هتعمل اللي انت هتحفظ الصور ديت في الاستوديو، حفظ في الاستوديو هتظهر لك في الاستوديو، وبعد كده تخش من خلال اليو اس بي ما توصلها على الكمبيوتر وتسحبهم وتطبعهم. عايز تسيبهم عندك على الكمبيوتر، عايز تحطهم على الموبايل، عايز تطبعهم على طول على الطبعة زي ما حضرتك شايف. كمان في خاصية ان انت ممكن تبعت الصور ديت بي دي اف، بتعمل زي ملف او كتاب بي دي اف بيجمع لك الصور كلهم في ملف واحد ويبدأ يبعتهم برضو على الموبايل او بالبلوتوث او زي ما انت حضرتك شايف او بالشريط او اي حاجة من دي او ام اي دروب، وبرضو بيبدأ يطبعها لك بيحولها لك بي دي اف. برضو هنا ممكن زي ما قلت لحضرتك ارسلها للكمبيوتر او للماسنجر او لواتساب، ممكن تخليها بي دي اف، تعملها بي دي اف زي كتيب بي دي اف، او كمان تعملها بجي بي جي اللي هي صورة او صورة طولية. وفي شارك بتنسيق نص، انت ممكن تحول الصورة ديت لنص، بس دي في الاصدار اللي هو بفلوس. كمان البرنامج عامل لك حاجة حلوة جدا، مثلا انا كلنا اجهزتنا ممكن تتفرمط، ممكن تضيع، ممكن تتغير، فلو حضرتك عملت هنا وسجلت حسابك، بتعمل حساب برقم تليفونك او بالايميل بتاعك، بيعمل مزامنة للصور اللي انت المهمة ديت، بيعمل لها مزامنة ويرفعها على الجوجل درايف، وممكن اي وقت اول ما تعمل تسجيل دخول في البرنامج بيسحب ويظهر لك ويعمل مزامنة لكل البرامج لكل الصور دي. برنامج انا بستخدمه هيفيدكم كتير وهيفيد ناس كتير، يعني عتابا يعني للبرنامج ان فيه مميزات مش مجانية زي البطاقة. لو عايز صور بطاقة او جواز سفر البرنامج فيه الخاصية دي بس بفلوس. تاني حاجة برضو الحاجة اللي مش كويسة كانتش موجودة الاول، هم عملوها تاني يعني ضافوها بعد ما خلوا البرنامج بفلوس، ان هو انت حضرتك ما بتصور الصورة بينزل لك علامة مائية تحت بيقول لك ان هو هذا المستند ممسوح ضوئيا باستخدام كام سكان، فبتبقى مش لطيفة، او ممكن نتغاضى عنها لو احنا عايزين البرنامج ونستفيد منه في تصوير المستندات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما يكونش كلامي كتير عليكم وطولت عليكم، بس انا حبيت اشارككم برنامج انا بستخدمه، برنامج كويس جدا وهيفيد الناس اللي شغالة ويفيدنا كلنا. اتمنى تجربوا البرنامج وتشوفوا صح هيفيدكم، وتسيبوا لنا انطباعكم ان شاء الله في التعليقات، وتدعمونا بلايك وشير، ولو قلنا حاجة غلط برضو قومونا بلايك وشير. اتمنى ربنا يحفظكم ويحفظ مصر واهلها وشعبها وجيشها، يحفظنا من كل سوء، وربنا ان شاء الله يكون في لقاء اخر وفيديو اخر في حاجة جديدة وكلام جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.